السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح يكون إن شاء الله شرح بسيط جدا، هو مثل ما شفتوا بالعنوان كيف تحول أي سماعة سلكية تحولها لبلوتوث. مثلا الأيباد ما بيشتغل عليه البلوتوث سماعات أو عن طريق الوصلة تعيد تايب سي، وصعب إنه تلاقي سماعة بتايب سي. فاليوم جبنا لكم طريقة كيف تحول أي سماعة إلى يعني تشغلها عن طريق البلوتوث. يلا نبدأ بالشرح، معكم شرح بسيط جدا. راح نحتاج بالشرح هاي القطعة اسمها كار بلوتوث، طبعا سعرها تقريبا $3 او $2 زي هيك شيء. وراح نجيب السماعة ونمسكها ندخلها بالمكان هذا تاع وصلة الاوكس ونشغلها. طبعا راح نجيب تلفون، نخش على البلوتوث، نشغل البلوتوث. راح تظهر ان هاي السماعة تحت، راح نشغلها، تحط اوكي، راح تشبك معنا بكل بساطة. اتمنى نكون عجبكم الشرح، ولا تنسوا تحطونا لايك وشير وسبسكرايب تدعمونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.